أعلنت الجزائر مؤخرا عن افتتاح مصنع ومركز كبير لتجميع السيارات في وهران غربي البلاد لشركة فيات الإيطالية بطاقة إنتاج أولية تبلغ 50,000 سيارة في السنة. وقد تم بناء المصنع في فترة قياسية لا تتجاوز فترة سنة واحدة بناء على اتفاق بين المجموعة ووزارة الصناعة الجزائرية، تقضي باستثمار 200 مليون يورو، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 90,000 سيارة في مرحلة أولى. ومن أهدافه تغطية السوق الداخلية بحكم أن الشركة استوردت قبل الافتتاح 75,000 سيارة فيات لطرحها في السوق الجزائرية، لكن الهدف الأكبر هو دعم خطط الجزائر بأن تصل النسبة المحلية من صناعة السيارات إلى 35% بدل التجميع فقط، كما وعد وزير الصناعة الجزائري علي عون أن يشكل المصنع نقطة انطلاق لصناعة سيارات حقيقية في الجزائر. بدأت التجربة مع شركة رينو الفرنسية عام 2012، ثم شملت هيونداي الكورية وفولكسفاجن الألمانية، لكن هذه المصانع لم تدعم الصناعة الجزائرية المحلية ولم تتطور المساهمة الجزائرية في التصنيع، وبقيت جل الأجزاء تأتي من الخارج، ويبقى دور المصانع هو التركيب فقط. بجوار الجزائر يوجد المغرب الذي خطى بشكل كبير في مجال صناعة السيارات، خصوصا الشراكة مع مجموعة رينو الفرنسية التي صنعت في المغرب 350,000 سيارة في عام 2022، فيما تشير أرقام أخرى إلى أن الرقم الإجمالي للصناعة يصل إلى 400,000 سيارة، يتم تصدير النسبة الأكبر منها إلى حوالي 70 دولة على رأسها دول الاتحاد الأوروبي. تحاول الجزائر تنويع الاقتصاد بدل الاعتماد المطلق على قطاع النفط، ولم تكن صادراتها تتجاوز خارج النفط والغاز سوى 2 أو 3% في سنوات مضت، وترغب برفع النسبة مستقبلا إلى 22%، خصوصا في قطاعات كالإسمنت والحديد والمنتجات الزراعية، لكنها كذلك تحاول الاستفادة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا لتشجيع صناعة السيارات مستقبلا.